اسود. هو يوم اسود من اوله شكله. طبعا لسه نايم، ما وراكش اي حاجه. انا بكلمك من 8 الصبح. لا طبعا رحت الجيم وخلصت وجيت. بقول لك ايه، انا هخش اخد دش واطلع اكل لقمه الاقيك عندي هنا. النهارده اجازه، عايزين نخرج. يلا سلام. الفستان ده عاجبني قوي بس سعره عالي عليا. انا اسفه يا مدام، احنا ما عندناش فصال خالص. هو انت شفتيني بفاصل معاكي؟ هو انا شحاته؟ خد الفستان بتاعك اهو، مش عايزه منك حاجه. خير يا هويده؟ في حاجه ولا ايه؟ والله يا استاذه ايمان انا ما قلتش حاجه غير ان احنا ما عندناش فصال. هو انت تاني بتتكلمي على الفصال؟ يا بنتي انت في محل محترم من السوق خضار، وبعدين انا ولا فصلت ولا جبت سيره الفصال اصلا. معلش معلش، اصل هي لسه جديده مش عارفه النظام. هو ثمنه كام يا هويده؟ ثمنه 250 جنيه. خلاص انا هحسبهولك 200 عشان خاطر حضرتك اول مره تشرفينا. ربنا يخليكي، والله انت احرجتيني بذوقي. مبسوطه؟ ربنا يخليكي. خلاص ماشي هشتري. شايفه يا بنتي المعامله والاحترام اتعلمي منها. خلي بالك من المدام يا هوايت. ماشي اتفضلي يا مدام. يا نهار ابيض، مين خبط لي العربيه كده؟ مين الحيوان اللي عمل كده؟ وايه ده كمان؟ ده رقمي وانا مستعده ادفع ثمن التصليحات. حلو، كمان سايب رقمك. حيوان. الله، لا حلمي هو مش كبير قوي يعني، بس عند كل الناس على ما اعتقد. اول حاجه طبعا امي تبقى بصحه وسلامه وتكبر كده وانا موجود وما اكونش عايزه حاجه. الو، مصر طبعا تبقى في احسن. مين معايا؟ انا اللي خبطت لها العربيه يا استاذ النهارده. انا عايزه افهم حاجه، لما انتوا ما بتعرفوش تسوقوا بتسوقوا ليه وتكسروا عربيات الناس؟ بالراحه بس، هدي نفسك شويه يا ستي. اللي حصل ده كان غصب عني، عشان كده سبت لك رقم تليفوني وسبت لك اسمي عشان تكلميني، ولو في اي مصاريف انا ممكن ادفعها. يا فرحتي، المفروض ان انا اقول عليك دلوقتي ذوق وجانتي، مش كده؟ جاتك القرف في شكلك. الو، ايه ده؟ اول شهرين هعمل ايه؟ الناس قالت الذوق دي، انا غلطان نسيت لك رقم تليفوني عشان تكلميني. ناس زباله صحيح. ولا يهمك يا بنتي، ده انا عربيتي بتتخبط وهي واقفه اكتر من وهي ماشيه. ده بوظ الاكسدام خالص، انا دمي محروق قوي. بس بقول لك ايه، باين عليه راجل كويس، يعني ساب لك رقم وعايز يدفع تكاليف الخبطه. محدش بيعمل كده اليومين دول. او انت فاكره ان انا هقبل اعوض منه؟ حاجه مستفزه قوي. يلا كل خد، ما تزعليش. لا بس البنت شكلها حاطط عليك جامد يا ابني، انت وشك جايب مليون لون. دي بنت لسانها طويل، وانا برضو اللي غلطان. كان لازم يعني اطلع ذوق قوي واسيب لها رقم تليفوني عشان تكلمني. جنتل انت قوي، هديها حطت عليك وهزقتك في التليفون. مين ده؟ محدش يقدر يعمل معايا كده. انا اسر برضو. ايه ده؟ ما بقولك ايه؟ انا شاكه ان الواد اللي قاعد ورانا ده هو اسر اللي خبط لي العربيه الصبح. شاكه ليه؟ اصله صاحبه بيقول له اسر. هو في حد اسمه اسر اصلا؟ مفيش حد اسمه اسر. طب بقولك ايه؟ رني عليه كده شوفي هو ولا لا. ايوه صح، ذكيه انت برضه. استني. Thank you.
مرنش. شكله مش هو، بس الصدفة غريبة قوي. ازاي اشوف اتنين اسر في نفس اليوم؟ اسم مش منتشر خالص يعني اسر ده. ازيك يا هويدا؟ اهلا اهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. امال ايمان فين؟ دي خرجت تتغدى. وبعدين بقى في البنت دي مفيش فايده فيها، ما انا قايله لها اعمل الغدا واجيبه لكم. يا ميرسي يا فندم، والله احنا تعبينك معانا دايما. طب لحظه واحده بس، اتصل بيها حضرتك. لا لا استني انا هكلمها. اوكي. عادي بقى، كبري دماغك. دي مامي. بقول لك ايه، انا لازم امشي، دي مستنيني بقالها كتير قوي. يلا يا عم، عايزك تنزل معايا بقى نجيب بدل الفرح. وانت لسه لغايه النهارده ما جبتهاش؟ لا لسه طبعا مشغول. ايه ده، ما احنا قاعدين يا جماعه لسه. يا ابني تحترم نفسك، احنا قاعدين فين؟ في كبرتاش حلوه انت. الفوتوشوب يلا. لا حقيقيين يا سيدي، هطلع اجيب موبايلي نسيته في العربيه. لا يا راجل. فعلا. اجي معاك؟ لا خليك قاعد. تعالي اوريكي الخبطه. اتفضلي. بصي يا رحمه، الاكسدام. بصي عامل ازاي؟ بجد قرفتيني من الصبح، عربيتي والاكسدام. دي منظر عربيه تدعي عليها كده يا رحمه؟ يعني انت يعني لو عربيتك هي اللي مخبوطه كنت هتبقي عادي كده؟ طب يا بيبي تيجي اصورك سيلفي مع العربيه؟ بليز صوريني سيلفي مع الاكسدام ونزليها على الانستجرام يا بيبي. يا بيبي انت بارده. انا مش هقدر استحملك ولا انت ولا عربيتي. طب روحي اركبي عربيتك. باي روحي اركبي عربيتك، وانا هخبطك دلوقتي عشان تحسي بالمأساه اللي انا فيها. يا غلسه. صدفة غريبة قوي. حاجة غريبة قوي. ايه اللي حصل؟ صدفة عجيبة ما تحصلش غير مرة واحدة بس في العمر. في ايه؟ فاكر البنتين اللي قعدوا قدامنا من شوية؟ المرتين دول؟ واحدة منهم طلعت البت اللي انا خبطت لها عربيتها النهاردة الصبح. لا يا راجل. شفتها وهي خارجة دلوقتي. صدفة غريبة جدا. صدفة صحيح. ايه ده؟ دي طلبتني من شوية. لا يا راجل. طب ما اكلمها. يا عم اكلم مين؟ بس انا طويل وانا ما بحبش الصنف ده بصراحة. بس مزة جامدة قوي. هي مين فيهم؟ انت عارف مين فيهم صاحبه العربيه؟ اي واحده، اي ته مربوطه بالنسبه لي مزه. مالك يا ابني في ايه؟ امسك نفسك، انت فرحك بعد يومين خلاص. ايوه مش مشكله بقى، يلا نفك كده قبل الفرح. ماشي فك.